طيب ده مثال على الاهداف اللي موجوده في الامتحان، زي مثلا انت تقدر تفتح البرنامج وان انت تقدر تشوف الموديل وتشوف 2D و3D وان انت تبقى فاهم الماتيريال، ان انت تقدر تشتغل مع الحوائط بانواعها، وان انت تقدر تنشئ الفلور والروف والسيلينج، وان انت تقدر تعمل الاوبننج. دي حاجات كلها اساسيه في الموديلنج اند ماتيريال. ان انت تبقى فاهم الفاميلي كاتيجوري بتاعتها، والطيب بيجي عليها سؤال اساسي يعني. فاهم ايه هو البارامتر وازاي ان انت تقدر ان انت تتعدل فيه، وفاهم فكرة الروم كالكوليشن بوينت. لو تابعت المحاضرات اللي على بام قريبي ان شاء الله تقدر تحل كل الاسئله ديت، الفيوهات، الفيو بروبرتيز، الفي في، الفيزابيلتي، الكول اوت فيو، الاسكادولات. فلو انت مثلا داخل الامتحان ومش عارف الاسكادولات، اعرف ان انت خسرت ايه نقطه، يعني كل حاجه بيبقى عليها نقطه، فحاول ان انت تكون ملم بالحاجات دي. الموضوع اللينك او الامبورت للفايل، ايه الفرق بينهم، ازاي ان انت تقدر تعمله، الاوبجكت ستايل، الشيرت، الجلوبال بارامتر. تقدر تقول ان هو بيلم كل حاجه في البرنامج، فحاول ان انت تشتغل بديك. لو شغلت بديك هتلاقي نفسك احتكيت بالمشاكل دي كلها. طيب ده مثال على الاهداف اللي موجوده في الامتحان، زي مثلا ان انت تقدر تفتح البرنامج وان انت تقدر تشوف الموديل وتشوف 2D و3D وان انت تبقى فاهم الماتيريال، ان انت تقدر تشتغل مع الحوائط بانواعها، وان انت تقدر تنشئ الفلور والروف والسيلينج، وان انت تقدر تعمل الاوبننج. دي حاجات كلها اساسيه في الموديلنج اند ماتيريال. ان انت تبقى فاهم الفاميلي كاتيجوري بتاعتها، والطيب بيجي عليها سؤال اساسي يعني. فاهم ايه هو البارامتر وازاي ان انت تقدر ان انت تتعدل فيه، وفاهم فكرة الروم كالكوليشن بوينت. لو تابعت المحاضرات اللي على بام قريبي ان شاء الله تقدر تحل كل الاسئله ديت، الفيوهات، الفيو بروبرتيز، الفي في، الفيزابيلتي، الكول اوت فيو، الاسكادولات. فلو انت مثلا داخل الامتحان ومش عارف الاسكادولات، اعرف ان انت خسرت ايه نقطه، يعني كل حاجه بيبقى عليها نقطه، فحاول ان انت تكون ملم بالحاجات دي. الموضوع اللينك او الامبورت للفايل، ايه الفرق بينهم، ازاي ان انت تقدر تعمله، الاوبجكت ستايل، الشيرت، الجلوبال بارامتر. تقدر تقول ان هو بيلم كل حاجه في البرنامج، فحاول ان انت تشتغل بديك. لو شغلت بديك هتلاقي نفسك احتكيت بالمشاكل دي كلها.